انت تسألني ما معنى قولنا ان المسافة بين قمة وقاع رأسيا تساوي 20 سنتي. فهتنك انت طبعا نازل من القمة لحد القاع. من القمة كده لحد القاع. انت كده نازل لرأسي اهو. ستوب. ايه يا عم خضتني. من القمة لحد الخط ده. الخط ده اسمه موضع السكون. اسمه موضع الايه؟ دي ساعة اهتزاز. دي ساعة الايه؟ ومن موضع السكون لحد القاع تحت ده دي كمان ساعة ايه؟ اهتزاز. اذا موضع السكون ده في نص المسافة. في النص ما بين القمة وما بين القاع. ما بين القمة وما بين مين؟ تمام. يبقى انت لما تقول لي المسافة ما بين قمة وقاع وتحددها لي ان هي رأسيا تساوي 20 سنتي ده معناه حاجة. النص اللي فوق قيمته 10 سنتي. طب والنص اللي تحت قيمته 10 سنتي. وكل واحد فيهم يمثل ساعة اهتزاز. كل واحد فيهم يمثل ايه؟ اذا انا دلوقت لما تيجي تسالني وتقول لي ما معنى قولنا ان المسافه بين قمه وقاع راسيا تساوي 20 سنتي انا اركز مع الكلمه دي. انت بتقول لي راسيا. راسيا يعني كده مش كده. راسيا دول يا مستر يمثلوا 2 ساعه اهتزاز. ادي واحده قيمتها ب 10 وادي الثانيه قيمتها ب 10. يبقى الاجابه اهو. الاجابه سعة الاهتزاز او سعة الموجة عشان يبقى الكلام مظبوط تساوي 10 سنتي. اداك الرأسي. اداك الرأس اقسم على الاثنين. اداك الرأس اقسم على الاثنين. اداك الرأس اقسم على الاثنين وطلع السعة. طلع مين؟ طيب لو جه في السؤال الثاني قال المسافة بين قمة وقاع بس مش رأسي في الافقي. في الافقي يبقى الهاجي من تحت القمة كأن في واحد واقف هنا فوق القمة في المكان ده وكأن القاع فوق منه واحد كده واحد واقف هنا وشدوا ما بينهم حبل كده بالشكل ده كده كده. القياس افقي ولا رأسي؟ ما ترد عليا. افقي ولا رأسي؟ افقي. يبقى انت بتقيس ما بين قمة وقاع افقيا. انزل بالحبل ده حضرتك تحت في الحتة دي اهي من هنا لحد هنا الجزء ده كله على بعض. طب ده يمثل طول موجي ولا نص طول موجي؟ نص طول موجي. ليه يا استاذ؟ لان طول الموجي هيبدا من البدايه بتاعه الموجه لحد النهايه بتاعه الموجه. وبصراحه انت سايب من هنا ربعايه وسايب من هنا ربعايه وربعايه من هنا وربعايه من هنا يبقى انت شلت نصايه ونصايه من وحدايه يتبقى نصايه. حصل ولا ما حصلش؟ يبقى ده الشويه دول اللي دي عامله عليهم دول مش ساعة اهتزاز. ده نص الطول الموجي. طب حيث ان نص اللمدة تساوي 30 تبقى اللمدة تساوي 60 سنتي. يبقى طول الموجة بيساوي 60 سنتي. يبقى انا في الامتحان ما معنى قولنا المسافة بين قمة وقاع رأسيا؟ رأسيا اقسم على 2 وطلع الساعة. ما معنى ان المسافة بين قمة وقاع افقيا؟ افقيا اضرب في 2 اضرب الرقم نفسه 30 في 2 وطلع الطول الموجي معاك. ادي الفرق ما بين الاثنين. طب جه في الامتحان ما حددش قال المسافه بين قمه وقاع وسكت ولا قال افقي ولا قال راسي يبقى انت بتتعامل مع اللي هو تحت اللي هو الطول الموجي افقيا تضرب في 2 خلاص عشان تطلع اللمده معاه. في اي صعوبات في الكلام ده؟ ده اخر كلام انا كنت انتهيت عنده الحصه اللي فاتت في الموجات الايه المستعرضه واحد اللام. انا النهارده جاي لك انت جاي مستعد معاك ورقه وقلم وهتكتب ياما معايا النهارده. تمام كده؟ صل على رسول الله. انا دلوقت جاي اكلمك في السعة اللي هي ساعة الموجة. فانت عنوان درس كده في جنب كده في المذكرة معاك في صفحة فاضية هتكتب الاول ساعة الموجة. السعة اول حاجة قياسها افق ولا رأس؟ اول حاجة ساعة الموجة قياسها ايه؟ رأس. طيب السعة متحكمة في ايه؟ السعة السعة تتحكم في شدة الموجة. خلي بالك طول بهاء كتلة بهاء حجم بهاء
هو انت عشان بتقول لي بهاء دول كلهم يبقوا حاجه واحده؟ لا، دي كميات فيزيائيه مش شبه بعضها، ولكنها كميات فيزيائيه ايه مختلفه. طول بهاء حاجه، كتله بهاء حاجه ثانيه، كميه ثانيه خالص. لما تيجي تتكلم على شده موجه، طول موجه ده حاجه وده حاجه، سعه موجه دي حاجه ثالثه خالص، اهي سرعه موجه ده حاجه مختلفه، تردد موجه الله ده حاجه مختلفه خالص. دي كلها بتمثل عندنا كميات ايه فيزيائيه مختلفه. فلما تيجي تكلمني في السعه، السعه بتتحكم في ايه؟ طب ايه العلاقه؟ بص يا سيدي، شده الموجه تتناسب طرديا مع مربع السعه. مع ايه؟ تعال نفهم الحته دي بالراحه، ازاي الشده بتاعت الموجه وطردي مع مربع السعه. يعني ايه شده اصلا بالمعنى العادي؟ الشده بالمعنى العادي خلاص البسيط اللي هو القوه. ازاي؟ في تعريف شده الصوت بيقولوا شده الصوت هي خاصيه تميز بها الاذن الاصوات من حيث القوه والضعف، من حيث القوه والايه؟ طيب المستر لو هيتكلم ممكن يتكلم بصوت واطي. الصوت الواطي ده الطالب اللي في الاخر ده مش سامعه. ليه؟ هنقول ان المستر ده صوته ضعيف. طب الضعف ده جاي منين؟ اقول عند المستر في حاجه اسمها احبال ايه؟ صوتيه، حاجه اسمها احبال ايه؟ حلو. الاحبال الصوتيه دي حاله من اتنين، يا اما صوتك واطي يا اما صوتك منخفض. ان كان الصوت عندنا منخفض يا ان كان الصوت مرتفع. في الصوت المنخفض الحب الصوتي بتاعك لما بيبعد عن موضع السكون بيبعد شويه صغيرين، يبقى بيحصل سعه اهتزازه كبيره ولا صغيره؟ يجي عنها صوت منخفض، يجي عنها صوت ايه؟ لان سعه الحب او الاهتزازه بتاعته او اقصى ازاحه بيعملها كبيره ولا صغيره؟ لكن لما يكون المستر صوته عالي يبقى كده الحبل الصوتي كل سنه وانت طيب عنده ارتخى ارتخاء جامد بالشكل ده كده، يبقى فيه هنا زياده في مين؟ قول لي زياده في مين؟ في السعه. طب لما تزود في السعه الصوت بيطلع قوي ولا ضعيف؟ يبقى شدة الصوت تتناسب طرديا مع مربع ساعة الاهتزاز. مع ايه بقى؟ يعني السعة لما تزيد للضعف شدة الموجة تزيد للضعف ولا اربع مرات؟ لانها مع مع السعة ولا مع مربعها؟ السعة زادت ثلاث مرات، الشدة تزيد تسعة، السعة زادت اربع مرات، الشدة تزيد 16، لان علاقة الشدة مش مع السعة ولكنها مع. يبقى انت اتفرج الاول، اول هام عندك ان الشدة بتتناسب طرديا مع مربع الساعة، والساعة لما تزيد تزود الشدة. يعني انا مثلا لو جيت في الامتحان وقلت لك بالشكل المقابل موجة حمراء وموجة خضراء، الخضراء ايه والحمراء ايه؟ ركز بقى معايا كده كويس عشان الله يكرمك تفرج ما بين الاتنين. هسمي الحمراء ده موجة A وهسمي الخضراء ده موجة B، اهي موجة B، وحطيت لك على المحور الصيني الزمن بالثانية، وحطيت لك على المحور الأفقي سعة الموجة، السعة بتاعة الموجة، وسألتك سعة الموجة إيه؟ نقط سعة الموجة بي أكبر من، أيوة القمة هنا في ارتفاع عالي، الساعة من القمة لحد تحت، إنما دي الساعة بتاعتها شوية دول بس. الساعة بتاعت الأولى كبيرة إنما الساعة بتاعت التانية صغيرة، من الشكل ارتفاع دي أعلى من ارتفاع دي، يبقى ساعة الموجة إيه أكبر من ساعة الموجة بي. طب أنا لو جيت في الامتحان وقلت لك شدة الموجة إيه نقط شدة الموجة بي، مين يعرف؟ جوه أكبر ولا أقل؟ طبعا أكبر، لأن الشدة تتناسب تناسبا طرديا مع مربع الساعة، شدة أكبر، تمام كده؟ أدي الاتنين الفرق ما بين الساعة وما بين الشدة. رقم ثلاثة بقى، لو أنا قلت لك الزمن الدوي، الزمن الدوي بتاع الموجة إيه؟ علاقته بالزمن الدوي بتاع الموجة بي؟
استناني بس، مش ده مستر محور الزمن؟ هو انا لو كتبت عند الرقم ده، عند النقطة دي 2 من 10 سنة، مش ده يبقى زمن الموجة الخضراء وزمن الموجة الحمراء؟ يبقى هما الاتنين متساويين ولا مش متساويين؟ يبقى هما الاتنين نفس الزمن الدوري. يبقى الزمن الدوري للموجة A يساوي الزمن الدوري للموجة B. طب انا لو سألتك بقى على رقم 4، الطول الموجي للموجة ايه؟ نقط الطول الموجي للموجة ب. وقلت لك المقياس ده الافق ده بيمثل 20 سم. طب هما 20 سم للاولى ولا للثانية ولا للاثنين؟ للثانية. هما الاثنين برضو لهما نفس الطول الموجي، طول الموجي متساوي. طب انا لو كلمتك في رقم 5، تردد الموجة ايه؟ نقط تردد الموجة بي، هتقول لي يلا اكبر ولا اقل؟ استنى ركز بس، التردد مقلوب الزمن الدوري خلاص. فالاولى زمنها 2 من 10، يبقى 1 على 2 من 10. طب ما التانية زمنها 2 من 10، يبقى 1 على 2 من 10، يطلع التردد نفس التردد ولا مش نفس التردد؟ ما والموجات التي تتفق في التردد تتفق في الزمن الدوري. تعرف تقول ايه؟ الموجات التي تتفق في التردد تتفق في الزمن الدوري. فين حبايبي الاستاذ؟ الموجات التي تتفق في التردد تتفق في الزمن الدوري. لان التردد مقلوب الزمن الدوري، مقلوب الزمن الايه؟ فهم الاثنين تشابهوا في كل حاجه. هم اختلفوا في حاجتين، اختلفوا في السعه واختلفوا في الشده. واكبرهم شده، اكبرهم سعه، اكبرهم شده. والشده تتناسب تناسبا طرديا مع مربع السعه. الشده تتناسب طرديا مع مربع السعه. صليت على النبي. في اي مشكلات في الكلام ده؟ اي صعوبات فيه؟ طيب خلصت لك انا بقى الايه السعه. جيت في الامتحان، واصل معايا، واصل معايا الافكار بتاعت المسائل وانت بتحل. شوف ما معنى قولنا ان، ركز معايا، المسافه ب بدايه الموجه الاولى وبدايه الموجه الرابعه تساوي 12 سم. يبقى هما كم موجه؟ العدد بكام؟ العدد بكام؟ 3 ازاي؟ بدايه مين؟ وبدايه مين؟ الاولى معايا ولا مش معايا؟ والثانيه معايا؟ والثالثه معايا؟ والرابعه معايا؟ الرابعه مش معاك. انت كاتب بدايه الرابعه ولا نهايه الرابعه؟ والله انت لو كنت قلت نهايه الرابعه كنت خدت لك الرابعه، انما انت قلت بدايه الرابعه، يبقى الرابعه مش معايا، صح ولا لا؟ يبقى عدد الموجات بكام؟ عدد الموجات بكام؟ لامدا تساوي اكس على ان، لامدا تساوي، لامدا تساوي، هي المسافه كلها كام؟ وهم كام واحده؟ لما اقسم 12 على 3 يبقى طول الموجه الواحده كام سنتي؟ 4 سنتيمتر. معايا ولا لا؟ طيب ايه المسافه بي؟ القمة الثالثة والقمة السابعة تساوي 21 سنتيمتر. طب انا عايز عدد الامواج. القانون بيقول فرق القمتين. القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول فرق لا. هو قال لك قمة كام وقمة كام؟ هو 7 ناقص 3 كام؟ يبقى عدد الموجات بكام؟ دول 4 موجات. لمدة تساوي اكس على ان، لمدة تساوي اكس كلها كام؟ اقسم 21 على كام؟ بس ادي لما يقول لك القمة الأولى والقمة الخامسة يبقى العدد 5 ناقص 1، القمة الأولى والقمة العاشرة يبقى 10 ناقص 1. ما دام حاجتين من نفس النوع، قمة وقمة أو قاع وقاع، اطرحهم من بعض. القمة السابعة والقمة الثامنة يبقى العدد بواحد. صح يا صح يا ولا مش معايا؟ معايا ولا ايه؟ القمة التاسعة والقمة الحادية عشر، يبقى عدد الموجات بكام؟ يا اما اقول فرق القمتين يا اما اقول فرق القاعين. طيب انا لو رسمت موجة في الثانية في الثالثة، قلت لك القمة الأولى أهي والقمة الثالثة أهي، يبقى عدد الموجات باتنين. من الأولى للثالثة 2، 3 ناقص 1. ليه يا أستاذ؟ ما هو من الأولى للثانية، ما هي دي التانية لمداية، من التانية للتالتة
لمدايه، يبقى انا عندي كام لمده دلوقتي؟ يبقى انا العدد عندي بيساوي 2 معانا. في اي مشكله في الكلام ده؟ وهنشوف الكلام دوت ان شاء الله لما نيجي نحل معانا في التدريبات حواليكم احنا بنتعامل مع الحاجات دي ازاي. صليت على النبي. انا كده نهيت معاك الموجات المستعرضه. لحد النهارده هديك الموجات الطوليه. شويه شغل كده في الموجات الطوليه، والجزء ده على فكره معلش حل الا لما نخلصه كله على بعض. هيبقى فاضل لنا الحصه الجايه عشان يبقى خلص ونبدا نحل فيه، والحل فيه ياما جدا على فكره. صلى على رسول الله كده الاول. تعالى اما اكلمك عندنا بقى في الموجات الايه؟ الطوليه. بس بالله عليك تركز معايا بقى في الشويه دول، لان الشويه دول بص هنملي فيهم حاجات ياما خالص مهم. ايه الفرق ما بين الموجات الطوليه والموجات المستعرضه؟ الفيصل ما بينهم، الفيصل ما بينهم، احنا قلنا الحصه اللي فاتت الموجات المستعرضه تهتز فيها جزيئات الوسط عموديه على اتجاه انتشار الموج وتتكون من قمم وايه؟ الموجه الطوليه بتهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموج، مش عموديه عليها لكن في نفس الجهه بتاعتها. في فرق ما بين يهتز فوق وتحت والموجه مشت في الشمال، وفي فرق يهتز يمين وشمال والموجه تمشي في اليمين وتمشي في الشمال. هز يمين والموجه يمين. طب هز فوق والموجه يمين، في فرق. هز يمين والموجه يمين يبقى الهزه والموجه مع بعض. هز فوق والموجه يمين يبقى الهزه مع الموجه عاملين مع بعض زاويه كام؟ 90. كانت الهزه مع الموجه عاملين مع بعض زاويه 90 يبقى الموجه دي اسمها موجه ايه؟ مستعرضه. وان كانت الهزه مع الموجه يبقى الموجه دي اسمها موجه ايه؟ قال طب بص انت عايز تجربه توضح الموجات الطوليه، انا اديك تجربه من عندي سهله خالص. بس خلي بالك احنا عندنا مثال واحد على الموجات الطوليه، موجات الصوت مش في اي مكان، في الغزال. واصحى لي والنبي الله يخليه. الكلام النهارده احيانا احنا هنقوله كلام النهارده كلام جامد. كلام بص كلام عايز ناس تكون بص من الاخر كده ما تفهمش اي حاجه في اي حاجه. وحد الله. أنا عايز أكلمك وأفضفض معاه وأقول لك على اللي جوايا. هتسمع ولا مش هتسمع؟ حلو. سيبني أكلمك بقى. أنا أهو أنا أهو وأنت أهو أنا أهو. بام. أنا مش هقسم لك إلا ودانك بس. دي أذن. اذن كلها صاغيه. انت هتسمعني ولا مش هتسمعني؟ ما انا هفضفض معاه. هتسمعني ولا مش هتسمعني؟ هحكي لك والله. دي اذن المستمع وانا هتكلم. الموضوع كله ما بين حنجرتي ودانك. عند حنجرتي جوه هتلاقي حاجه اسمها احبال ايه؟ حلو. ودانك دي بتمر على ثلاث مراحل. خلاص؟ صيوان الاذن اللي هو بره دي، قناه سمعيه، طبله، بترقص لما الاحبال الصوتيه عندي انا ترقص. ايه بقى؟ لانه عندما يهتز المصدر بكيفيه معينه تهتز جزيئات الوسط الملامسه. يبقى انا هرقص الطبله بتاعتك دلوقتي عن طريق الاحبال الايه؟ بتاعتي انا. خلاص؟ النغمة هتطلع من عندي والرقص هيشتغل عندك. طب صل على النبي. بعد ما تدخل بعد الطبلة بتاعت ودانك هتلاقي فيه أذن وسطى. أنا في التشريح مش حلو قوي يعني، بس إيه على قد معرفتي يعني. في الأذن الوسطى دي هتلاقي فيها ثلاث عظيمات. مطرقة
سندان ركاب ثلاث عظيمات مع بعض كده مطرقه سندان ركاب اسمها اذن وسطى اسمها اذن ايه؟ وسطى جوه بقى في حاجه اسمها اذن داخليه اذن ايه بقى؟ داخلية. يبقى انت عندك كام وداء؟ ثلاثة في ثلاثة بستة أو ست وداء الأذن الخارجية والوسطى والداخلية الداخلية دي فيها جهازين جهاز عندنا اسمه جهاز السمع وجهاز تاني اسمه جهاز توازن جهاز اسمه جهاز ايه؟ حتى انت لما تلاقي نفسك مدلخ كده انا مش مظبوط انا دايخ يقوم الدكتور يقول لك روح اكشف على ايه؟ على ودانك لان انت عندك جهاز جوه اسمه جهاز لا لو مش مظبوط تلاقي نفسك مدلخ ومش تمام التمام تمام صلى على رسول الله بقى اهو احنا اتفقنا انا هتكلم انا مصدر انا ايه؟ مصدر والموجه تتطلب ثلاث حاجات مصدر وسط هزه من المصدر الى الوسط قولهم تاني كده مصدر وسط هزه من المصدر الى الوسط المصدر الاحبال الصوتيه المصدر الاحبال الايه؟ بيني وبينك هواء بيني وبينك ايه؟ والهواء ده مكون من جزيئات الهواء مكون من ايه؟ الهواء مكون من ايه؟ والجزيئات تنعدم بينها قوى التماسك الجزيئات تنعدم بينها قوى الايه؟ لان دي ماده غازيه تتميز الجزيئات بانها توجد بينها مسافات بينيه وان الجزيئات انعدام قوى تماسك وركز وحيات الغالين على ده بيني وبينك ايه؟ هوا بيني وبينك ايه؟ تاني بيني وبينك انعدام ليه بس؟ بيني وبينك هوا بيني وبينك ايه؟ والهوا ده مكون من جزيئات مكون من بيني وبينك ايه؟ ما ترد عليا انا مش سامع والهوا ده مكون من ايه؟ والجزيئات دي تتميز بانعدام قوى وتوجد بينها مسافات توجد بينها مسافات والمسافات البينيه كبيره والمسافات البينيه صلى على رسول الله انا اتكلم طب ما الاحبال الصوتيه هتهتز ماشي لما تهتز الاحبال الصوتيه هتطلع من هنا طاقه او موجه تسمى موجه الصوت يبقى ده اسمه اتجاه انتشار الموجه اسمه اتجاه انتشار الموجه ايه اللي هيحصل اول ما اتكلم جزيئات الهواء ده ايه اللي قدام بوجي بالظبط ده ايه انا هعمل لها تذبذب اعمل لها ايه ليه يا مصطفى لانه عندما يهتز المصدر بكيفيه معينه لانه عندما يهتز المصدر بكيفيه تهتز جزيئات الوسط بنفس الكيفيه تهتز جزيئات الوسط بنفس الكيفيه تقوم جزيئات الهواء ده ايه تجرب من بعضها تكون عندي حاجه اسمها تضاغط تكون عندي حاجه اسمها تكون عندي حاجه اسمها تضاغط تكون حاجه اسمها والتضاغط معناه تقارب جزيئات الوسط من بعضها البعض والتضاغط معناه والتضاغط معناه تقارب جزيئات الوسط من بعضها البعض طب بالله عليك المنطقه دي بقى مش هيبقى فيها جزيئات او حبه صغيرين من الجزيئات تسمى هذه المنطقه اسمها منطقه تخلخل اسمها منطقه ايه والتخلخل معناه تباعد جزيئات الوسط عن بعضها البعض التخلخل معناه والتخلخل معناه تباعد جزيئات حصل في الهواء اللي قدامي تضاغط وراه ايه تخلخل تضاغط وراه ايه طب التضاغط ده هيفضل في مكانه ولا هيمشي وهيتنقل ما بين الجزيئات هيتنقل ما بين الجزيئات لان احنا قلنا اذا اهتز المصدر بكيفيه معينه تهتز جزيئات الوسط الملامسه له بنفس الكيفيه ثم ينتقل الاهتزاز الى الجزيئات التي تليها ثم التي تليها انت لو بصيت للجزيئات دي اللي كانت هنا وجت هنا مش اتحركت في الاتجاه ده يبقى ده اسمه حركه جزيئات الوسط حركه مين حركة جزيئات الوسط واخدة نفس اتجاه انتشار الموجة نفس اتجاه انتشار الايه؟ اطلق على هذه الموجة بموجة طولية اطلق عليها موجة طولية. يبقى الموجة الطولية هي عبارة عن موجات عبارة عن موجات. تهتز فيها جزيئات الوسط تهتز فيها الوسط. تهتز فيها في نفس اتجاه انتشار الموج في نفس اتجاه في نفس اتجاه الموجة طلعت من مصر جت على وداني ده انتشار الموجة والهواء اللي كان قدام المصدر ده جه في الناحيه دي جه في اليمين كده يبقى حركه جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجه فتسمى الموجه بموجه اسمها موجه ايه موجات مش سامع موجات
حبايبي فين موجات؟ وتتكون من تضغطات وتخلخلة، وتتكون من تضغطات وتخلخل، وتتكون من تضغطات، والتضغط معناه تقارب جزيئات الوسط من بعضها البعض، والتضغط معناه تقارب جزيئات الوسط من بعض، والتخلخل معناه تباعد جزيئات الوسط عن بعضها البعض، والتخلخل معناه تباعد جزيئات الوسط عن بعضها البعض. ادي طريقة تكوين الموجة الطولية. طيب انا عايز اسألك سؤال، ليه الموجة الطولية قدرت تكون تضاغطات وتخلخلات؟ أو صيغة أخرى، ليه جزيئات الوسط جربت من بعضها في مكان وبعدت عن بعضها في مكان تاني؟ هو سبب واحد. إيه؟ أن الجزيئات تنعدم بينها قوة التماسك. تنعدم بينها؟ تنعدم بينها؟ انعدام قوة التماسك يخلي الجزيئات تجرب في مكان وتبعد في مكان، مكونة تضاغطات وإيه؟ أديك مثال تقريب سهل. لو انا قلت هجيب ديسك معين، هجيب ترابيزة، هجيب مكتب، وهجيب مثلا شوية دقيق وانصهم على المكتب، تمام، بطريقة منظمة بحيث ان كمية الدقيق في الاول زي في النص زي في الاخر، مش ياما. لو انا جيت في وسط الدقيق ده ونفخت فيه نفخة معينة، النفخة دي هتخلي بعض حبيبات الدقيق تنتقل من مكان لإيه؟ المكان اللي هيتكلكب فيه الحبيبات على بعضها البعض يسمى بإيه؟ بتضاغط، يسمى بإيه؟ والمكان اللي مش هتستنى فيه حبيبات يسمى بإيه؟ يسمى بإيه؟ طيب ليه حصل ده؟ عشان كل حباية دقيق وحباية دقيق تانية مفيش ما بينهم وما بين بعض قوة تماسك، فتكون عندي حاجه اسمها تضغطات وايه. هعيد التجربه، هجيب الدقيق هحط عليه شويه ميه، هعجنه، عملت منه عجنه، هجيب مفرده وافرده وارجعه زي ما كان بس على شكل عجين، وهنفخ من اول وجديد. هيحصل اللي حصل؟ هيحصل اللي حصل؟ لان الحبيبات ما بينها وما بين بعضها بعد الميه والعجن صار ما بينها قوه. يبقى انا دلوقتي اسمع الاتي بقى الكلام المفيد. انت عندك موجة طولية وموجة مستعرضة. اللي بيحدد الموجة اذا كانت طولية او مستعرضة طبيعة الوسط. طبيعة مين؟ اذا كان الوسط تنعدم بينه وبين جزيئاته قوة تماسك فالموجات موجة. اذا كان بين جزيئات الوسط قوة تماسك فالموجات موجة. فالموجات موجة. يبقى على اللي ما ياتي موجات الصوت في الغازات موجات طولية، لان الغازات تنعدم بينها قوة تماسك، لان الغازات لأن الغازات مما يسمح بتكون تضاغطات وتخلخلات، مما يسمح بتكون تضاغطات. يبقى السبب اللي هو العايم اللي ملوش تفسير يعني مظبوط علمي، هتقول لي مثلا لأن جزيئات الوسط تهتز في نفس اتجاه انتشار الموجة عشان كده هي موجة طولية، ده سبب تقليدي. إنما السبب العلمي الحقيقي وراء إن الموجة ده هي موجة طولية، أقول لك السبب إنها موجة طولية ليه؟ انعدام قوة تماسك، انعدام مما يسمح بتقارب الجزيئات من بعضها البعض مكونة تضاغطات، وتباعد الجزيئات عن بعضها البعض مكونة تخلخلات. إذن الخلاصة، ما المقصود بالموجة الطولية؟ موجات تهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار، موجات تهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة، وتتكون من تضاغطات وايه وتخلخلات، والتضاغط معناه تقارب جزيئات الوسط من بعضها البعض، والتخلخل معناه تباعد جزيئات الوسط من بعضها البعض. طب علي لما ياتي موجات الصوت في الغازات موجات طوليه، سبب انعدام قوه التماسك، سبب انعدام قوه الايه. طيب هل الصوت بيمشي في الماده السائله؟ نعم، الصوت يسري في حالات الماده الثلاثه، إما غازية وإما سائلة وإما صلبة. طب الصوت في الغازات طولي؟ طولي. طب الصوت في السوائل فيه منه طولي وفيه منه إيه؟ مستعرض. طب في المواد الصلبة فيه منه طولي وفيه منه مستعرض. فهمنا الحتة دي بقى، ليه في الغازات طولية وليه في السوائل الاتنين الصوت طولي ومستعرض؟ واحد الله، احنا قلنا المعيار بتاعنا حاجه واحده، حاجه اسمها انعدام قوه ايه. اذا انعدمت قوه التماسك تبقى الموجات موجات، واذا وجدت قوه التماسك يبقى الموجات موجات. قال لك بص، هتخيل كده
ان في ميه عندي في الاناء ده، ده جزيء ميه وده جزيء وده جزيء وده جزيء وده جزيء. مين يعرف جزيء الماء رمزه ايه في الكيمياء؟ الله، اتش 2 ايه؟ كم ذره هيدروجين؟ كم ذره اكسجين؟ نوع الرابطه ما بينهم، ما بين نوع الرابطه في الجزيء تساهميه احاديه، نوع الرابطه ما بين الجزيئات، الروابط بين الجزيئات هيدروجينيه، والروابط في الجزيء الواحد رابطه تساهميه. طيب لو ده جزيء اتش 2 او وده كمان جزيء اتش 2 او، وانا خدت جزيء من على السطح اتش 2 او من على السطح، هتلاقي الجزيء ده صاحبه اللي جنبه، ما تيجي عندي يا عم، قوه بتشد، صاحبه اللي على شماله قوه بتشد، صح؟ صاحبه اللي تحت منه قوه بتشد، يبقى اتاثر بكم قوه؟ اتاثر بكم قوه؟ طيب الجزيء اللي في النص اللي في اليمين بيشد بقوه، واللي في الشمال بيشد بقوه، واللي فوق بيشد بقوه، واللي تحت بيشد بقوه، خضع لكم قوه؟ ها؟ اللي في الوسط خضع لكام؟ واللي فوق خضع لكام؟ هل اللي فوق زي اللي تحت؟ هل اللي فوق زي اللي تحت؟ اسمع بقى، اللي تحت محصلة القوة عليه تساوي صفر. تاني اللي تحت ازاي؟ تعال تعال، انا هطلعك انت كجزيء دلوقتي، همسخرك دلوقتي لما اطلعك كجزيء، همسخرك والله في وسط العيال. انا كجزيء اهو، لو شدتني من هنا بقوة 50 ومن هنا بقوة 50 يأثروا عليا؟ لا. وتبقى المحصلة تساوي؟ لو شدتني من قدام بقوة 50 ومن ورا بقوة 50 هيأثروا عليا؟ وتبقى محصلة القوة تساوي؟ يبقى الجزيء اللي في البطن ده عليه قوة ولا المحصلة تساوي صفر؟ خضع لكم قوة؟ متعاكسين ولا مش متعاكسين؟ يلاشوا بعض ولا ما يلاشوش بعض؟ يبقى محصلة القوة عليه تساوي؟ محصلة القوة عليه تساوي؟ إذا في الباطن تنعدم قوة التماسك، تنعدم قوة الإيه؟ تنعدم قوة الإيه؟ إذا موجات الصوت لما تمشي في الباطن هتبقى موجات وإحنا فين؟ واحنا فين؟ في بطن السائل موجات والسبب هو انعدام قوى الايه؟ التماسك. طب تعالى على الجزئين اللي على السطح، لو اتشد من هنا ب50 ومن هنا ب50 ومن تحت ب50، هل المحصله تساوي صفر؟ هل المحصله تساوي صفر؟ يبقى على سطح الماء توجد قوى تماسك، على سطح الماء وفي باطن الماء انعدام تماسك، وفي باطن الماء، اذا على السطح موجات مستعرضه وفي البطن موجات، وفي البطن موجات. يبقى انا لو جيت شغلت جرس يطلع صوت هيكون لي على السطح كده موجه ايه؟ مستعرضه، دي موجه صوت على السطح، وفي البطن هيتكون موجه ايه؟ طوليه، وفي الهواء هيتكون موجه طوليه. يبقى انا عندي كم موجه دلوقتي؟ انا عندي كم مصدر اشتغل؟ جرس واحد، صح؟ طيب اتكون عندي كم موجه؟ موجه في الهواء على شكل موجه ايه؟ وموجه في البطن على شكل موجه، وموجه على السطح على شكل موجه. طب ليه موجه الهواء كانت موجه طوليه؟ لانعدام قوه التماسك. طب ليه موجه البطن كانت طوليه؟ لانعدام قوه التماسك. طب ليه موجه السطح كانت موجه مستعرضه؟ وذلك بسبب وجود قوه ايه؟ طيب اضرب لك مثال، كلب الحراسه لما يجي ينام، الكلب لما يجي ينام يحط ودنه على ايه؟ على الصالة، على الارض. طب بيحط ودنه على الارض ليه؟ هقول هقول، انت وانت جاي تخبط بتصدر صوت، صح؟ الصوت ده هيوصل للكلب او اي مخلوق من ثلاث اماكن، في صوت هيجي للكلب من الهواء استقبله، وفي صوت هيجي له في الارض اللي على السطح واللي في الباطن. الموجه اللي بتبقى في الماده الصلبه اسرع من الموجه اللي بتبقى في الهواء، فهو يستقبل الصوت من الارض اسرع من استقباله فين؟ يبقى سرعه الصوت في الجوامد اكبر من سرعته في السوائل، وسرعه الصوت في السوائل اكبر من سرعته في الغازات. حط ودنك على السبوره، خبط لي خبطه كده، سمعت ولا ما سمعتش؟ ده دليل على ان الصوت بينتقل في الماده هنيه، بينتقل في الماده هنيه، وشدته عاليه، وشدته ايه؟ وتسمعه مضخم، تسمعه ايه؟ قوه عاليه وشده عاليه. طب ابعد عن السبوره وخبط، هتسمع؟
طب وانا لما اسمعه كده يبقى انتجل في ايه؟ يبقى الصوت بيمشي في ايه؟ وبيمشي في الماده هنيه، لكن هو اسرع في الماده هنيه واجل في الماده السائله واضعف في الماده الغازيه. يبقى انا دلوقتي في عندي الموجات الطوليه. بص معيار انت طوليه ولا مستعاضه ملوش الا معيار واحد. اذا انعدمت قوه التماسك تكون الموجات موجات واذا كان هناك قوه تماسك تكون الموجات موجات ايه؟ اكتب بقى الجملتين دول معايا. بص حالات الماده ثلاثه. ايوه اكتبها. صلبه وسائله وغازيه. صلبه وسائله وغازيه. ماشي. اولا الماده الغازيه تتميز بانعدام قوى تماسك. الماده الغازيه تتميز بانعدام قوى تماسك. لذلك الموجات فيها تكون دائما موجات طولية. اثنين المادة السائلة. على سطحها توجد قوة تماسك. خلاص كده. فبالتالي الموجات على السطح موجات مستعرضة. أما في باطن السائل فتنعدم قوة التماسك. لذلك الموجات في الباطن موجات ايه؟ طولية. كذلك الحال بالنسبة للمادة الصلبة. انا لو واحد قال لك تصدق انا جايبني موجة مستعرضة في الهواء في الغاز، هتصدقه ولا مش هتصدقه؟ ها؟ صح؟ واحد قال لك ده في موجة مستعرضة اتكونت في الغاز، هتصدقه ولا مش هتصدقه؟ ها؟ يعني انا هو الغازات دي لازم تكون الموجة فيها موجة ايه؟ قال لك يا اخي اقسم بالله واحلف لك بقى. اقسم بالله انا شفت موجه مستعرضه في الغازات. صدقوا ولا ما تصدقوش؟ ده حلف لك. اقسم بالله. شاف موجه مستعرضه في الهواء. اصدقه؟ اكيد الموجه ده موجه كهرو، لان جميع الموجات الكهرومغناطيسيه موجات. يبقى انت لما تلاقي موجه مستعرضه فعلا في الهواء مش ممكن تكون ميكانيكيه، ولكن لابد ان تكون هذه الموجه موجه كهرو، لان طبيعه الكهرباء المغناطيسيه هي اصلا ايه؟ مستعرضه معاك. تمام كده؟ طيب معاك شويه تدريبات. صفحه 17 مين هيجاوب معايا؟ 17 وسط ما حركه موجيه. ماشي. حدوث اضطراب اهتزاز ينتقل من مكان لاخر حاملا معه الطاقه الموجه. يلا قولي. ماشي. برافو. تقوم الموجات بنقل الطاقه. قولي يلا. تكون الطاقه التي تنقلها الامواج في اتجاه انتشارها. ماشي. لا مش عمودي، الطاقه في اتجاه انتشار الموج. بص تعريف الموجة ايه؟
التراب في الوسط ينتقل وينقل معه الطاقة في اتجاه الانتشار، ده تعريف. إنما العمودي ده حركة جزيئات الوسط، قد تكون عمودية وقد تكون في نفس. يلا السؤال اللي بعد. عندما ينقى حجر في مياه بحيرة فإن جزيئات ماء البحيرة تهتز بنفس الكيفية في آن واحد ولا تهتز بنفس الكيفية؟ والتتابع ابتداء من الجزيء المهتز بحيث يخضع في حركتها لدالة جاذبية، صح ولا لا؟ اللي احنا قلناه عندما يهتز المصدر بكيفية ينتقل اهتزاز الجزيئات التي تليه وتطلع بقى على شكل قمم واقعية، يعني احنا بنقول عليها دالة جاذبية. السؤال اللي بعد. ألقى طفل حجر في بحيرة فلاحظ دوائر منتظمة على سطح الماء، سبب ذلك ايه؟ أن الماء هو مصدر الاهتزاز، ولا 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 الوسط الذي يحمي؟ بالظبط، المية هي الوسط الذي يحمي الاهتزاز. فين؟ فين حبايب الأستاذ؟ فين الرجالة؟ فين؟ ينتقل الصوت. عندما ينتقل الصوت هل تنتقل جزيئات الوسط الناقي؟ ولا لا تنتقل جزيئات الوسط الناقي؟ ولا ينتقل مصدر الصوت إلى أذن السامع؟ ولا ينتقل السامع إلى الصوت؟ نعم. ثلاثة؟ ينتقل مصدر الصوت إلى أذن السامع؟ ينتقل مصدر الصوت إلى أذن السامع يا محمد؟ يعني أنا لما بكلمك أنا مصدر الصوت وأنت بتسمعني في ودانك، أنا بنط في كرشك، بنط في ودانك؟ هو أنا لما بتكلم يا محمد أنا اللي بتنقل وأجي لك لحد عندك؟ صح. إيه؟ جزيئات الوسط تنتقل؟ ولا لا تنتقل؟ ها؟ تنتقل؟ يعني أنا لما بكلمك الهوا اللي عندي ده بيروح لحد، يعني أنا لما بكلمك الهوا اللي قدام مني ده هو اللي بيوصل لك؟ أنا عايز أعرف إيه اللي بيتنقل من عندي لعندك؟ الموجة هي اللي تتنقل، الطاقة هي اللي بتتنقل، مفيش غير دول اللي بيتنقلوا، إنما الجزيء ما بيتنقلش من مكانه. يالا معايا حبل أخضر، حبل لونه أخضر، ربطت فيه حبل لونه أصمر، وانا هزيت الحبل اهتز معايا بنفس الكيفيه دي، هل الحبل الاخضر هيتنقل؟ انا بسال سؤال، انا رابط حبلين في بعض، واحد اخضر في واحد اسمر، وهزيت الحبل الاخضر، الحبل الاخضر ده هو نفسه هيمشي ويجي لك لحد عندك؟ يبقى انا بوصل لنقطه معاك ان جزيئات الوسط لا تنتقل من ايه؟ ايه اللي اتنقل معاك؟ الموجه والطاقه. طب مين اللي اتنقلت الاول، الموجه ولا الطاقه؟ لان الموجه بتحمل معاها الطاقه، لان الموجه عباره عن اضطراب ينتقل وينقل معه الطاقه، يبقى انت تختار رقم 2. السؤال الاخير يلا. نوع الموجه في البرق وفي الرعد يبقى كهرباء مغناطيسية وميكانيكية. اهتزاز وتر ولم يسمع صوته بسبب ايه؟ وجوده في حيز مفرغ من الهواء. خلاص.